أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. وبسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم. وحنك الصلاة على الله بعد الفوائد والرمضان الكريم وهذا عاونا وحن ربنا عدو إلى هاي رضينا كشيغنو بعد أحكامه إن أم بركة شيغنو يانو باهنا يو فقه الصيام كي أم بلان قادني بركة قلنو شروط وجوب الصيام بكا لنا وشرط ماشا وغوه الرئيسة إيه الباب كالغا قلص صنكو بركة شروط صنك نقو واجبينيس إيام بل إيار كتابان طونا عدو إلى هاي رضو بركة يسترد لوجوب الصيام رمضان أن تتوافر فيه شخص الأمور التالية صنك واجبتان كيسا واحد الله شرطيا أمور تصوص وتقف بلان خيانا لغا حلو هذه مر أفرمها الشيء دون نقف لغا حلو وحن لنا يوجب عليه الصيام صنك واجبي إلا العذر انت أو ديد المويان أو سومي واي مويان كو قف ورطة الإسلام با شرطيا إسلام يا شرطيا قف دون مسلم أهين في دار الدنيا كالي صن لأوران مايو ما دام لم يدخل فيه الإسلام ولي أدونا إسلام كسوق جلين لأورن ما يكال الصوم صوت اللورن لا يوام حي لأن الصوم فرع عن دخوله في الإسلام قف مركو إسلام كسوق قالوا وحلقت البيع ضبع يسوق كمدية لكنه تمحاه الرأي إنه دهرت قف سوق الإسلام يا كوة قال دو إسلام نبى بس سوق جلين الهيد أونا سوق جلين ولي صانون صان سوق جلين لما أركه لكن آخرة تسوى دار الدنيا لكن آخرة قفك قارك كفر جيس ولاجو عذابي يو ما تركه لفروع الإسلام فروع الإسلام تيا وكتجي يا صان كي يوحي وكتجي لا تدري والله قطر يا والله صار والله قب عذاب دورة وآخرة تحس لكن حاجة الدنيا صار ده كوب هذا قفك بلانك اللي قب بهي الإسلام وين يحي الحمد لله إلى هنا نوح نصه إنه وطن المسلمين النهار تصرت قوال نجحية هورت أجاده ودك رارعية صن كواجب بودر تبي نقص نقني وذي عارخية صار دكان هنا صار دكان لبادي التكليف وي تكليف كواح لوجة جدا أن يكون المسلم بالغا عاقلا وينويه قف كمسلم كي وينو قف بالغا أو بالغي عاقلا وينويه عاقل وينويه وقف مسلم إلا واحد صار دنا إنه قف إسلامي هاي لاني مسلم إنه يهمل صار مر كوره على الإسلام بحصل صار دنا marka in kara takleef baad ya shartiga labaad ah shartiga labaad takleefkiisu waxa ka dhigantaa qofka muslimkii waa qof baaluqay oo aaqil inuu yahay wi haduu waayo hadda hadeen wasfeyn labada wasfi mid kamida qof haduu waayo oo ama baaliqnimada yahay waayo ama aqlinimada yahay waayo saqada sifatu takleef anhu takleefnimada iyo sifadiisi waxa dhacaysa qofkaas oo waxba lagu male fala yutalabu bishayin من وراء من الوراء في الدينية شقوق الدين توحى لك دوني ماي حلقة ربعي مجرت شقوق الدين صار طايق قف كان وح كان ناقصين حق يا حق عقل لقى هدو كان ناقصين وجوير ورايرو وحبل لو يدين ماي هدونا سو جارين موت حد التكليف وح الله يرضى وان سيج دونا وان تمام دونا تانا وحبل لو يدين تونا أو وراء في الشقوق الدين تو إدلي هدو الله بدع وصفي ويو لمو يدين كرقف marka bi'idn illahi ta'ala labadana inteena badan ee dadka muslimiintu way ku sifaysan yihiin wax ciyaal ay naga reebo haga ciyaalka laakiin dad waa waalan oo maanta deesoonkan uga sheekeynayna marka kullay takleef keenna arta wanaheen sababta qofka haduu laba sifo waayo waxba loogu moogta la waajib lahay waa maxay qaacida macnaheedu yahay baa jira ida akhada allah minka ma oo haba lak asqada ma oo jab aleek wixii ilaahay ku siiyay jalla wa ala haddu ka qaado wixii aad ku waajibiyay ilaahay uu ka ridaa tusaalahaan u fiirso aqliga ilaahay markii hore dadka si in laan aqliga lama soo iibsado ilaahay baa bixiye aqliga ilaahay ayaa bixiye oo lama soo iibsado oo suuqan laga helo marka maadaama aqliga ilaahay ku siiyay ka qaaday wixii aad ku waajibiyay takaaliifteena uu ka tuuriyay ilaahay tusaale kale kaalay haddii salaad tukanayso rasuulkeena wuxuu uray alayhi salaatu wasalaam صلي قائما سرجو كتكو يقول هذول لغه هذا الى هيك غويي ده بسرجو كتكو ماشي قتال فدغون بادسكتو كنسكرو
هذا ما كان فرد جم حيو قط كل لايه واروح إلهي وسيا اللغةها أيو إلهك قارئ ما كان وحده كوا أجيب سرجوا جهارا إلهي وكرده وأنا قف سوف قاعدا مهما وأنا محبطا نجا أنفع أسوي هي وحنا والدليل أرن تاسي حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث رسول كان يقول حوري قلم هو حلقة القارئ صدح عن النائم حتى يستيقظ قفك هردا وحبا تكلف ما إلا هردا واقيموا صلاة واتوا زكاة قفك قردا كتر آخر ذو ده يسوي ما مغلية با إن لو حلوها مغلية با مجرته وعن السبي حتى يحتلم يسبي جنا والله قد القاضي إلا هو بالغ قيو هو بالغ وسبير وعن المجنون وأنا كوالا والله قد القاضي حتى يفيق أو يعقل كما روايات أخرى سكت كتاي روايات كلا سكت من والله قد القاضي مركا شرط دقا سوى مهم تكليف تدخل وين اسمنا صار لو فهمه وي متى كان حتى واحد تكليفني ماذا حال لو غاري كرا ذكرن كان او انصا اما لب هن نقض قفكو اما ديد هن نقض حل ما لوران كرا قفكني اما نكني وو غاري حد تكليف اما غبدني حد تكليف وي غاد حل ما لوران كرا كو حق نك هتان كو هرينو وا انو قفكاسي عند البلوغ بتمام 15 سنة وينو قارو سنة 18 سنة وينو دمادان قفها ده سنة 18 سنة ودمادان قفها سوو قاري حد تكليف وقاري وطبت كان ايه كموت قولان قانوك واحد رالا سيدية دي 18 سنة وحوينو قفو قارو سيدية دي 18 سنة ده عقل جوه يكو يرادين واحد دينو يكا اخرييني مجرتو لكنك الدين تانو سنة 18 باي سرد دي وعبد الله بن عمر واد قرنسان في قسوة احد أفريته ونجر بوها مالنتها رسولكم مركا مبنين موتى مع المقاتلين ومبنين وقال تقال تقمورن كواشنة طبعاً هانا وسيدة يا رسولكم عليه الصلاة والسلام وقال تقال قادين تقال الله برسولكم عليه الصلاة والسلام لكن هذا عيال باتها جوكسي لين وحقود عيالك يا حبايا كارلان دين تنو واقاسي كهذا الشيء وحالي لا قفو سنة وقالوا إنا تكاليف تقوين لغو دمرايو إنا لقلي عيالك ماه و تغالد يا وخلو ادي ام كره واحد عيالك لا سو مريا ولا ادغسدا الا وحما نحيا سو حساس وحما كلا غرناي و خ مودي انا لا اسك ريديو الا بيرك كا دحد مرك عيالك سلاس يو كو دمانيا عيالك ساس الدين تورا و الى عليه سي جل جلاله ايو الى و الى يا الهالي مرك اورتا سنه 12 قف و انو غارو 18 كان هاشتاغتين موت قانونيين تو انكو انو ما وافقسنين انو ما اسكيب لكن هو دين تو سنه 12 سنه حد قف غارو و قف مكلفا taa ogaada ina ka yar haddu sanad tuban gaado ha soomo hadda ina tu sanad tuban gaado ha soomo waalidka taa waa ku tartaarimna ina ku adkayaan mid kale qofku wuxuu baal ku noqora impact saar hawla farji awrad agtiisa ina tima ka soo baxaan qofka taasina waa hadda ee kashay toobay inuu gaari oo afra toban soo maraya ama saddex toban jir maraya ayuu tima isku arkay awrad agteeda ayuu tima ku arkay qol qofkaasina uu baal u qay ee saatoonka hadda maysto la oran maayo waxba la oran maayo ta kale saddexaad ee ninku ku baaluqayo ninku oo ku baaluqayaana waxa weeye insaal mari weyn mari ka timaado mari weyn ka timaado maridaasi ama xul xulumana kaga timaado riyo ama yaqdan soo jeed ba ka timaado marka saddexdaashay ayuu qofku ku baaluqaa waa waliba qof waake waa ninka waa inuu saatoon dhamaysto ko iyo inuu timo awrad agteeda ku arko waa laba iyo in meri ka timaada ma ha ku riyoodo ama isagoo soo jeedo waxa ay baawanayaa dadka timaade haduu taa isku arkay daadiisu san toban inay gaarinay uu baaluqay xagga gabadhay noqotay saddexdan soo sheegna saddexde waxad ku afraysa haydka wax la dhaa caadada la yiraahdo ku adke ku afre oo haday caadada ka timaado iyadoo toban jir ah gabadhaas waa gabadh baaluqay oo ilaahay waqtiga gaarsiiyay ta kale moqtay sanad ee gabadhu la dheertahay wax weey alhaml waa uurka ay sifad ka say doota ku uuraysato haday kol gabadhaasi uuraysato uur lagu arko gabadhaasi way baaluqday xayr hadii lagu arkana dowrtu shahriye eeg waa dowrtu shahri wax la dhaado oo ka taballahu ala banati aadama ila ku tul qoray jalla jalaluhu hikmad mar ku tul qoray mooda dhiga ka imaray tumarka inagu wax fahmayna maaha waa hikmad kale weey waa taa wax la yiraahdo gabadhu markay dhiga ka meerato iyadoo qurux badan oo aaminadii horeba ahayn baba la arkaa oo qurux badan heer sara marka waxba kulli xigmada ku jira
وطاينك ما تحد مضاد حيث كمان شاكين إنه لكن قف كمان دم حيكون بالغ ضابا ودنا كمان دم حيكون بالغ قيسا شن تاسه كون بالغ قيسا صد حدين نكان كوسو شاكين أي إيش أنا تمان كها يو واحد تميه كسو بحية عورلك تيدا يو مريض كإيمان رئيسي صد حدان نكان ولا ولاك تها لكن كمان دم حيلا دار توك عليه حيدرو كإيمان عددي دور تشارية إنك تماطو يو إنا يموت أوري لا تكبردو santaa sheebay idona ku yeyelno ku baaluqda marka kullay shuruuta wax weeyaan inaan sideeda u wadno muxuu ahaa barkaasan aan ku deyn doonaay haduu ilaahay wax si wad doonaay wax weeyaan inuu qof ku baraarsan ahkaantaas soonka waa laga marmaan ilaahay sida khair kale aan waafajiyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.